قعدته كل يوم وبالنهار وبالليل هو واصدقائه كلنا. هيدي القعدة ما تركوها ولا يوم من اول الحرب كل يوم. ولو عرفيتهم لو مش عرفيتهم يعني انه شيء او شيء كان ضربتهم من اول يوم بس عرفيتهم مدنية وبدها تأذي. شكلها انأذت يمكن. بدها تأذي أذت خلص ما عاد شيء خلص انتهت هلا. هيدا الاستهداف هو تعمد للمدنيين وخاصة في مكان الحدث اللي ضربت المسيرة فيه الصاروخ على 4 شبان جالسين أمام الفلك ومرئيين أمام العالم وعلى مترقبة من قوات الطوارئ الدولية. فهيدا العدو لا ينظر أبدا إن أمامه مدنيين. مهما غلت التضحيات بأننا سنبقى على العهد والوعد ملتزمين بالثلاثي الماسي الشعب والجيش والمقاومة في الدفاع عن وطننا الغالي لبنان. أهؤلاء الشهداء لم يكونوا أول الشهداء ولن يكونوا آخر الشهداء. إن أرضنا كلما اعتدى عليها عدو ستجد رجالا يدافعون عن هذا الوطن.